غناء عمرو دياب مع المودلز والرقص حرام في الفيديو كليب. طبعا. لماذا؟ ليه طبعا؟ كل ما يثير الغرائز فهو حرام، ده مش كلامي، ده كلام العلماء. يعني انا مش انا اللي بحرم، انا ما اقدرش احرم، لكن كل ما يثير الغرائز فهو حرام. الافلام اللي كنت تمثلها والمشاهد اللي كانت مطبوعه بتاريخك منذ القدم الم تكن حرام؟ هي مش كتير، بس يعني انا طبعا يعني في شيء بيبقى واضح. احنا زمان واحنا صغيرين انت بتمضي على عقد ان اي شيء في الفيلم انت مجبره انك تعمليه، والا تتحملي كافه التكاليف الخاصه بهذا الفيلم. ده في العقود كلها، يعني عقود كلها اذاعه. فالواحد زمان ما كانش يعرف بقى، يعني فلسه في بدايه الحياه، وبعدين ما كانش عندي فكره عن الدين بالشكل اللي انا قريت فيه لما كبرت شويه. يعني كنت مجبر على اداء هذه الادوار؟ لا مش مجبر. لم تكن تعرف، يعني لم تكن لا. تعلم العقد نفسه انت، هو العقود كلها كده مطبوعه كده. ان المخرج لما يكون عايز كذا 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 لازم انت تنفذي الكلام ده، فبتمضي على هذا العقد. اذا حاولت ان انت تقولي لا انا مش هشتغل او ترفضي كلام من ده، تتحملي كافه التكاليف الخاصه بهذا الفيلم. في بدايه حياتك ما يبقاش عندك الخبره ولا الامكانيه ان انت تقولي هعوض الفيلم ده، زي المصاريف اللي اتصرفت على الفيلم ده قد ايه، فبتضطري بس قدر الامكان. احنا كنا بنحاول نهرب من ده. بس انا بس كان عندك الادراك، يعني كنت تعرف انه اللي عم تعمله هو لا. غير صحيح مثلا؟ لا 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 لانه كنت بي لا ما كانش باول عمر بمقتبل العمر. لا طالما انت ما عندكيش العلم اللي يقول لك، يعني ده تمثيل في النهايه. يعني انا وليلى كنا بنهرب، انا وليلى علي كنا بنهرب، حتى اتفقنا ان احنا ما نبصش لبعض مثلا في حكايه كلمتين او في زمن ممنوع. كنا بنهرب كده، نعمل كده انا وليلى، ده اتفقنا انا بيني وبين ليلى، بنعمل اللي هم عايزينه كمشهد، ولكن دايما بنعملها بشكل فيه هروب. يتخيل المشاهد ان الاثنين دول بيحبوا بعض او بيبوسوا بعض او، لكن هي ما في عمري ما لمست شفايف ليلى خالص. بس كان في الحضن وكان في الاثاره بالظبط كده. بس لما يكون عندك 30 واحد، احنا كنا قلنا سنه 30 واحد بالشكل ده بيتفرجوا عليكي، فما ينفعش ان يكون ده شيء ممكن يبقى فيه عندك احاسيس من جواكي تقول هذا المعنى. بس بالكليب كمان في كميه كتير كبيره من الناس اللي عم تتفرج وتشوف الكليب، عشان انت بتبقي المخرج بيتعمد يجيب كم من المودلز، بيبقى شكلهم ايه ولابسين ايه وبيعملوا ايه. فالواحد بيتحمل. انا دايما احنا عندنا مشكلتنا في الفن انك بتعمل العمل مره واحده فيتذاع، فنكتب ما قدموا واثارهم مثل الفيلم طبعا، الا اذا طب يعني انت برايك لازم يتوقفوا كل الفيديو كليبات؟ يعني لا، انت ممكن تعملي فيديو كليبس عظيمه جدا جدا جدا، هو لازم يكون فيها اثاره جنسيه، ما ينفع اذا فيها رقص يبقى حرام. لا، انك تكوني عندك هذه الاثاره ما يثير الغرائز، انك ممكن تجيبي مثلا ناس بيرقصوا بعصيان صعايده مثلا، كلمة ما هو ده رقص. بس ده ما بيلبق مع اللون اللي ممكن يأديه عمرو دياب. لا ملوش دعوه، اختيار عمرو له اسم وله مكان، يستطيع ان هو يختار الشكل اللي هو يحدده. لكن انا دايما بقول كلمه نكتب ما قدموا اثرهم تخوف، خصوصا في مهنتنا، انك انت بتصوريها مره مش زي بقيه الناس. بقيه الناس في عملها ما بيتصورش، ده يتصور ويفضل يذاع الى يوم القيامه، انا اخاف من ده طبعا. هو الرقم واحد في مصر اليوم عمرو دياب؟ عمرو من ناحيه الاجر هو رقم واحد. من ناحيه الاجر طبعا، مش من ناحيه الفعل، من ناحيه النجوميه؟ لا من ناحية لا من النجوميه، ما هي النجوميه بتحدد الاجر. لكن انا بتكلم، انا بالنسبه لي بس تقييمي فنيه، انا لا انا بتكلم تقييم البني ادم، وجهه نظري انا. المغني بما يقول، بيقول ايه، فقيمته تحدد بما يقول من كلمات ومن معاني ومن مواضيع، ليست عيبا في احد، ولكن انا تقييمي لنفسي، انا اتربيت من سيد درويش، فالطبيعي لما اتربى من سيد درويش فيبقى عندي ترمومتر ما يطلعش الا اذا كان هناك شيء يعبر عن شيء ما، سواء في الحب، سواء في الوطنية، سواء للبلد، سواء في نقد شيء ما.